بسم الله والحمد لله ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الآن نتناول بالدرس بفضل الله ولمن نقف عندها وعند بعض أسرارها بإذن ربنا المنان، منها آيات من أول سورة المؤمنون بعد ما ربي وصفنا خير وصف، وبعد أن رتب لنا مراحل حياتنا ومماتنا، يرجى ربنا إلى أمور أخرى، منها أمر الرسالة التي حملها ثاني أنبياء عليه السلام وهو سيدنا نوح، بعد سيدنا إدريس عليه السلام. يقول ربي وإن لكم في الأنعام، أي الآية وإن لكم الأنعام إشارة إلى نعم الله على الإنسان والجان، وإن لكم في الأنعام لعبرة، درسا يعني بليغا، نسقيكم مما في بطونها لبن مصفى. برب يعطيني شنو الحاجات اللي تتناولها من البقرة ولا من العنزة، حاجة أنظف من اللبن، بما تغسل حلمة وتبدأ تعمل لازم عليك بس تدفع لبن خارج الضرع. فما عموما فما ما أنقى من هذا السائل المغربي، واللي هو على بياض كبير، يعني متعة للنادرين ومتعة للشاربين، وبعض الأكلين اللحوم ولا البيض ولا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. والباء بيننا لا طويل، أن يضرب في الدواجن ويضرب في البقر ويكذب لحومها وبيضها وجلودها. بر زورهم وتسمع منهم ما لا يجيش على بالك، وهذه كلها ألوان نعم الله، ولكن أغلب الناس عمي عياذ بالله لا يفهمون شيء، صم البكم والعمي فهم لا يعقلون لا يفقهون، معلوش لك تحسبهم أحياهم أموات، يعني حتى الحياة هجرت مش الفكر فقط، هجرهم هذا مصيبه في البشرية، يعني من الجهل تأتي الجرائم كلها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة كما سبق الحديث، فمنها تأكلون. تصور العالم هذا مع عشرة بروتينات، لا لحوم ولا بيض ولا شؤون من الإنسان، ويتهدف هذا البروتين لأنه عنده دور كبير في بناء الخلايا، مش حاجة سهلة، ومش بناء الخلايا فقط، بناء صنع الدم، صنع الموصلات، جهاز خاصة المخي، شيخ البروتين اللعب هي في المناعة، حاجة مناعة، وما زالت بيولوجيا تكشفنا عن أشياء لما كنا للإنسان ننظر إلى وجودها ولا نحسبها أنها من الموجودات، وماذا من خيرات ربانية غير مرئيات وغير محسوسات وغير ذاتي رائحة جذابة. والسلام على أهل السلام.